السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. طبعا احنا دلوقتي بنمر بظروف حرجة، في حظر وفي نصايح طبعا بأوامر بعدم الخروج من البيت إلا للضرورة. الدنيا كلها في طوارئ علشان موضوع الكورونا، ربنا يعديها على خير يا رب. طبعا الكورونا دي خلاص بقت وباء عالمي، منظمة الصحة العالمية قالت ان هي وباء عالمي، وطبعا ده معناه ان احنا لازم نتخذ كل الإجراءات والوسائل اللي تخلينا نعدي الموضوع ده على خير. كل شخص ممكن يعدي اشخاص كتيرة جدا من قبل ما يعرف ان هو عنده المرض، ودي خطورتها. يعني فيها فترة حضانة من يوم ل 14 يوم الشخص ممكن ما يكونش عنده اي اعراض وممكن يعدي ناس كتير جدا جدا جدا. طبعا بيخرج، بينزل، بيقابل حد، بيركب مواصلات، بيشتري حاجة، بيتكلم مع حد، بيسلم على حد، كل الحاجات دي. فطبعا احنا اتفرض علينا حظر تجوال في وقت معين وعدم النزول من البيت الا لحاجات ضرورية. طبعا بطبيعتنا لما بنقعد في البيت بنبص نلاقي نفسنا غصب عننا بندور على الاكل، نتفرج على التلفزيون، معانا الموبايل، نتسلى شويه، لب مش عارفه، طب نحمر شويه بطاطس، طب نقوم نعمل كيكه. طبعا كل ده هيأثر في الاخر على زياده الوزن، بالاضافه كمان مفيش نزول فمفيش حركه، فاحنا ممكن نطلع من الموضوع ده وزننا زايد زياده جامده قوي. احنا عايزين نقول حاجتين، ازاي احنا نحافظ على وزننا ما يزيدش، او لو احنا بنعمل دايت نخلي بالنا ما نبوظش الدايت في الفترة دي، وازاي احنا برضو نرفع المناعة بتاعتنا. احنا قاعدين في البيت دلوقتي في فرصة كبيرة قوي ان احنا مش بناكل دليفري، مش بناخد الاكل التكاوي اللي هو كله دهون وزيوت نباتية مهدرجة وفي مشاكل كتير، واحنا بنسميه قلنا قبل كده السعرات الفارغة اللي هي بتدينا سعرات من غير فايدة. ما كانش مثلا عندنا وقت وكنا طول الوقت برا، طب احنا دلوقتي في البيت احنا نقدر ايه نعمل الاكل بتاعنا الصحي. ممكن نعمل الخضار السوتيه، ما ناخدش بقى الحاجات اللي هي سلطات الطحينه والحاجات اللي كنا بناخدها من بره، دي فرصه بالنسبه لنا ان احنا ناكل اكل صحي. كمان عندنا فرصه ان احنا نتحكم في مواعيد الوجبات بتاعتنا، يعني احنا موجودين في البيت فممكن ناكل مثلا وجبتين ثلاثه، نحدد المواعيد بتاعتنا، نقدر ممكن نعمل الصيام المتقطع وده جميل جدا، ده بيساعدنا كتير قوي في انقاص الوزن لو حد عايز يقلل وزنه. كمان هو بيزود المناعه لان هو بيخلي الجسم يتخلص من كل الخلايا التالفه والحاجات اللي مش مظبوطه في الجسم، فالصيام المتقطع ده بيحسن المناعه. كمان بيعلينا هرمون النمو، هرمون النمو ده احنا عارفين ان هو بيساعد في بناء العضلات وبيساعد في زياده معدل الحرق. الصيام المتقطع كمان بيخلينا طبعا ناكل كميه اقل، لان احنا مثلا بنصوم 16 ساعه ناكل في خلال 8 ساعات، فاكيد الوجبات اللي هناخدها خلال ال 8 ساعات هتبقى طبعا كميتها اقل من لو انا باكل على مدار اليوم كله. احنا طبعا عارفين ان احنا في الصيام المتقطع ده في فتره الصيام سوائل بس، الميه مهم جدا شرب الميه، لان احنا طبعا عارفين ان المية بتساعد على التخلص من السموم سواء عن طريق العرق سواء عن طريق الكلى، بتقلل تركيز الاملاح اللي في الكلى وده طبعا بيساعد على عدم تكوين الحصوات. المية دي مهمة جدا جدا، لازم نشرب بين 2 ل 3 لتر في اليوم مية، حاجة صحية ومهمة جدا. كمان عندنا فرصة ان احنا نعمل رياضة، احنا مش بننزل، طيب احنا ممكن نعمل في البيت تمرينات مقاومة، نعمل تمرينات الايروبكس، نطلع السلم وننزل، نعمل اي رياضة في البيت، دي بتساعد كتير برضه، بتستهلك طبعا سعرات حرارية، كمان بتخرجنا من التوتر، تخلي الانسان يحس كده بالسعادة او بالراحة النفسية. يعني بدل ما احنا نقعد نفكر في المشاكل العدوى وخايفين ومفيش طبعا زيارات زورش حد ومحدش بيجي لنا، ففي بيبقى في نوع من الملل. فطبعا الرياضة دي بتخرجنا من التوتر بتطلع لنا هرمون اندروفينز اللي هو بيحسن المزاج وبيحسسنا بالسعادة، بتعلي طبعا معدل الحرق. احنا عارفين احنا لو عملنا كده رياضة في اول اليوم بيفضل معدل الحرق عالي طول اليوم، وبرضو الرياضة تزود كتلة العضلات، والكتلة العضلية دي هي طبعا مسؤولة عن زيادة معدل الحرق. الرياضة برضو بتعلي هرمون النمو. في حاجة كمان مهمة جدا جدا اللي هي ايه، مقاومة الانسولين. احنا عارفين ان مقاومة الانسولين لما بتبقى عالية العلاج بتاعها الرياضة، وان
النوم الكويس والصيام المتقطع وإنقاص الوزن. دي الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده في الفيديوهات السابقة. تقدروا طبعا حضراتكم تشوفوا الفيديوهات عن مقاومة الإنسولين وعن الصيام المتقطع وعن فوائد شرب المية. من فوائد الرياضة ان هي بتقلل التوتر، واحنا قلنا قبل كده ان التوتر بيعلي هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده لما بيعلى بيقلل معدل الحرق في الجسم، بيزود الضغط، بيعمل مشاكل كتير هرمون الكورتيزول لو علي. فالرياضة بتخرجنا من التوتر ده، فبالتالي بتساعدنا على اننا نبقى في حالة صحية كويس. بالنسبة بقى للأكل نفسه، المفروض ناكل الحاجات اللي فيها الألياف علشان نحس بالشبع. كل الخضروات، الحاجات اللي هي الخضروات الورقية زي الكابوتشي، زي السبانخ، الجرجير، الخس، كمان البقوليات من الحاجات الجميلة قوي اللي بتحتوي على الألياف، ليها فوائد كتير. طبعا هي بتحسسنا بالشبع، كمان معظم البقوليات بيبقى فيها عناصر غذائية كويسة جدا، بيبقى فيها حديد، بيبقى فيها كالسيوم، بيبقى فيها طبعا هي بتحتوي على البروتين والنشويات. طبعا البروتين بيبقى بروتين نباتي، واحنا عارفين البروتينات النباتية هي بروتينات كويسة وجميلة وكل حاجة، بس هي طبعا بيبقى في نقص في الأحماض الأمينية الضرورية للجسم. الأحماض الأمينية الضرورية يعني معناها ان دي الجسم مش بيصنعها، يعني لازم بياخدها من بره. البروتينات النباتية بتبقى موجودة في البقوليات وبتبقى موجودة في الحبوب الكاملة زي الشوفان والغلة، القمح يعني. فاحنا لو عملنا خلط ما بين البقوليات والحبوب، زي مثلا لو اكلنا عيش مع فول او رز مع عدس، بنعوض اللي ناقص من الاحماض الامينية الضرورية. لو حاجة ناقصة في الحبوب مثلا زي الرز، بتبقى موجودة في البقوليات اللي هي مثلا زي العدس او الفول او كده. بالنسبة بقى للبروتين الحيواني اللي هو اللبن والاسماك والبيض والكلام ده، بيبقى بروتين كامل. يعني ايه؟ يعني هو بيحتوي على كل الاحماض الامينية الضرورية للجسم. يعني اخد لبن لوحده هو خلاص بروتين كامل، اللحمة لوحدها هي بروتين كامل، على عكس البروتين النباتي بيبقى لازم نكمله من حاجة تانية. يعني خدنا خدنا بقوليات، يبقى لازم ناخد معاها حبوب علشان نكمل الأحماض الأمينية الضرورية اللي ناقصة. زود بقى في الخضروات والفواكه، لأن طبعا هي فيها ألياف، بالإضافة لأن هي فيها الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم وعناصر غذائية كتير الجسم محتاج لها. طبعا علشان نحافظ على وزننا ونحافظ على مقاومة الانسولين، المفروض ان احنا ما ناخدش السكريات المباشرة، نقلل من الحاجات اللي معمولة بالدقيق الابيض، ان دي ما بتبقاش فيها الياف وبترفع مستوى السكر في الدم بسرعة. لما بترفع مستوى السكر في الدم بيعلى طبعا الانسولين، البنكرياس بيطلع انسولين كتير. احنا قلنا زيادة الانسولين في الدم بتؤدي الى مشاكل كتير، منها السمنة المركزية، زيادة الوزن، بعد كده ممكن تؤدي الى ايه؟ مقاومة انسولين عالية، وممكن بتؤدي الى مرض السكر عند بعض الناس. لازم كمان ناكل ببطء، عشان احنا قلنا بعد تلت ساعة بتبتدي توصل اشارات بالشبع. فلو احنا اكلنا ببطء بعد تلت ساعة هنحس بالشبع وهنكون اكلنا كمية قليلة. كمان الاكل بتاعنا لازم يحتوي على الدهون الصحية. الدهون الصحية اللي هي ايه؟ هي فيها الاوميجا 3 زي زيت الزيتون، زي المكسرات، زي الأسماك، البذور. الدهون الصحية بتبقى دهون غير مشبعة وبتفيد الجسم والجسم محتاج لها. في دهون مشبعة برضو هي دهون صحية لو اتاخدت بنسبة قليلة، بكميات قليلة، لان هي لو الدهون المشبعة اللي هي القشطة والزبدة والكلام ده، لو اتاخدت بكمية كبيرة بتؤدي الى زيادة الوزن، ممكن كمان تؤدي الى ارتفاع الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية والكلام ده. يبقى احنا عندنا الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة. في بقى نوع ثالث من الدهون اللي هي الزيوت النباتية المهدرجة، دي بقى في منتهى الخطورة، ودي بتؤدي الى مشاكل كتير جدا وبترفع الكوليسترول الضار في الجسم، وبتؤدي الى الامراض القلب والسرطانات والحاجات دي. ودي المفروض ان احنا ما ناخدهاش خالص، زي هو السمن النباتي والحاجات دي، دي كلها زيوت نباتية مهدرجة. وفي الغالب طبعا الاكل اللي من بره التكاوي بيتعمل بيها علشان بأسعارها طبعا أقل من السمنة الطبيعي. الحاجة التانية بقى اللي احنا عايزين نقولها، ان احنا طبعا لازم نحاول نرفع مناعة الجسم. الجهاز المناعي ده مهم جدا علشان يقاوم اي فيروسات او اي امراض، فمهم جدا ان احنا ناخد الحاجات اللي بترفع المناعة. فيتامين سي طبعا ده مهم جدا، من اهم الحاجات والفيتامينات عشان المناعة. طبعا زي ما احنا عارفين فيتامين سي موجود في الحاجات الفريش، الخضروات والفواكه، موجود بنسبة عالية جدا في الفلفل الاخضر، في الليمون، في البرتقال، في الجوافة، في حاجات كتير.
مهم فيتامين سي ان هو ناخده في حاجات فريش، عشان فيتامين سي لو اتحط على النار فترة طويلة بيتكسر وفايدته بتقل. كمان فيتامين دال، فيتامين دال مهم قوي علشان رفع المناعة. احنا طبعا عندنا مصدر قوي قوي الفيتامين دال وهو الشمس، بالإضافة طبعا لموجود هو في بعض الحاجات اللي زي الصفار البيض، في السردين، في السلمون، في اللبن. عنصر السيلينيوم من الحاجات المهمة جدا لرفع المناعة. عنصر السيلينيوم ده موجود بوفرة في المكسرات، في التونة، المحار، في اللحمة، الجمبري بقى، وبذور عباد الشمس، والسلمون. طبعا عنصر السيلينيوم ده مضاد أكسدة قوي، هو طبعا بيرفع المناعة وهو بيحارب الشوارد الحرة اللي موجودة في الجسم، نتيجة طبعا بتنتج عن التلوث وبتنتج عن عمليات الأيض برضو. فهو طبعا بيحارب الشوارد الحرة دي وجودها، لو زادت الشوارد الحرة دي أو الجذور الحرة دي بتسبب أمراض القلب وبتسبب السرطانات وبتسبب السكر من النوع التاني، ليها مشاكل كتير. برضو السيلينيوم مهم قوي علشان وظيفة الغدة الدرقية، لو السيلينيوم حصل فيه اي نقص بيبقى الغدة الدرقية طبعا بتتأثر. برضو الزنجبيل من الحاجات اللي بتساعد في تقوية جهاز المناعة. الكركم كمان، الكركم مهم جدا. طبعا الكركم بيعلي معدل الحرق وبيحسن المناعة. طبعا كل الفيتامينات والمعادن مهمة جدا للمناعة، بس احنا بنقول الحاجات الأساسية اللي هو فيتامين سي وفيتامين دي والزنك والسيلينيوم، دول مهمين جدا. طبعا انا عملت فيديو على الزنك، الكركم، فيتامين سي، فيتامين دال، تقدروا طبعا حضراتكم تشوفوا الفيديوهات دي، هتلاقوا الكلام بالتفصيل عن كل حاجة. ياريت نقدر نستفيد من وقتنا اللي احنا قاعدين فيه في البيت ده ونعمل حاجات مفيدة ونتجنب كل الحاجات اللي بتضرنا او الحاجات اللي بتزود وزننا. ان شاء الله الازمة دي تمر على خير، ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه هو يخرجنا منها ويحفظنا باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايك وشير. وفي النهاية بشكركم واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.